الشركه المنتجه لفيلم اكس مان دارك فينيكس طرحت البرومو الرسمي للفيلم المقرر عرضه في دور السينما في شهر يونيو الجاي. اكس مان دارك فينيكس الفيلم رقم 12 ضمن سلسله افلام رجال اكس، والفيلم من كتابه واخراج سايمون كيمبرغ وبطوله جينيفر لورنس ومايكل فاسبندر. في الفيلم ده بيكون مطلوب من اكس مان مواجهه قوه زميلتهم السابقه جين جراي اللي بيقوم بدورها سوفي تيرنر، الشخصيه التي تغيرت بعد حادث حصل لها اثناء مهمه في الفضاء فبدات تحارب ضد رجال اكس بعدما كانت واحده منهم. Why did you make me do that? Look at me. Focus on my voice. I'm not giving up on you, Jean. She was my friend. You're my family, Jean. Stop. No matter what. Stop. 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 Look. You're special, Jean. And if you stop fighting that force inside you, if you embrace it, you will possess the very power of a god. She'll kill us all. How we fix this, Charles. Tell me what to do. I don't know what to do. What they don't understand, they fear, and what they fear, we seek to destroy.